بيتهم بيدرك تمام انهم بيعرفوا شو بدهم ولوين حابين يوصلوا وشو هو هدفهم. اكيد سالي ارتبط اسمهم ونجاحهم بالتشاركيه يلي حققوها بالفن، فكان النجاح حصيله محبه وتعاون اخوي، وكان تواضعهم مفتاح عبور لقلب الجماهير. اليوم صباحنا بيحمل رقه وجمال وطابع انثوي مع الفنانه ريم عبد العزيز والفنانه سمر عبد العزيز. اهلا وسهلا فيكم، رمضان كريم. اهلا وسهلا فيكم. الله اكرم. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، ورمضان كريم على الجميع وعلى سوريا الحبيبه وعلى اهلنا الكرام. اكيد اول شيء بالبدايه رمضان كريم عليكم، طبعا نورتوا اليوم شاشه الاخباريه السوريه. خلونا نروح لمقتطفات من اعمالكم ونرجع للحديث سوا. تابعنا سالي مع مشاهدينا أعمال متنوعة بين الفن وبين التمثيل، هي التمازج وهالحالة من التشاركية رح نحكي أكثر بتفاصيلها أكيد، يعني وأنتم عم بتتابعوا تحت الهواء يمكن كلمة منك كلمة منا في كتير ذكريات، خلينا نحكي عن هي التشاركية بالبداية. يعني العلاقة اللي بتربطني بأختي سمر مو مجرد بس أخوة، في صداقة، في مسيرة عمر، في أنه فتنا بنفس المجال، نحن عم نقدم، بحس أنه نحن دائما منكمل بعض، وكتير حلو أنك تلاقي حدا بيحبك حقيقي بيخاف عليك حقيقي. تربينا بطريقة أنه البيت اللي فيه بنات على فكرة بيضل هيك قلبهم على بعض، نحن ثلاث بنات، فلذلك دايما واقفين جنب بعض، تربينا انه نسند بعض ونمسك ايدين بعض، فكيف اذا كنتي بنفس المجال؟ سمر تغني وتمثل، انا امثل واخرج تماما. لذلك حسينا انه نفس الخط كتير حلو انه اقدم له وتقدم لي، وفي كتير ملاحظات بكون انا مالي منتبه عليها سمر بتنبهني عليها. أكيد. وبالعكس صحيح انه انا كمان منبهة على اساس، يعني بالحياة ما في أصدق من الأخ أو الأخت. أكيد. هو حدا من دمك، حدا بيخاف عليك، حدا مهما يعني بالحياة العامة في ممكن تدخل كتير أمور. هلأ بيناتنا أنا وريم الحمد لله ما أنا موجودة هالاعتبارات، يعني سمر الأخوة نحن مثل ما بنعرف كتير بيتخانقوا، ولكن بتجمعهم شغلة واحدة هي حبهم وإخلاصهم وخوفهم على بعض. تماما. قديش بتخافي عليهم؟ كتير الشغلات هي الثانية ما لها موجودة بيني، عم قلك إنه بالحياة العامة تماماً. ممكن تدخل مشاكل، أفكار ناس كذا، نحن الحمد لله هدول كل هالقصص مختصرين أنا وريم، ما حدا بيدخل بيناتنا، يعني روح واحدة، أداء واحد، خوف واحد، يعني عرفتي كيف؟ يعني مثل العين والعين الثانية، نحن هيك ماشيين مع بعضنا إن شاء الله هيك على طول. أكيد حبيب. يعني نحن اليوم حبينا يكون حوارنا شوي مانو تقليدي، عم نتعرف على فنانتين أختين شوي نكون قراب منهم. صحيح الموسم الدرامي رح يكون له حصة من حديثنا، ولكن خلينا نحكي عن البيت شوي الحلبي، يعني مو بس بيت الأنثى، البيت الحلبي، وبما أنه نحن برمضان هي الأجواء كيف تعيشوها بشكل عام؟ يعني
بدي بس عقب شغلة صغيرة على الخناقات والقصص. إنه أنا وسمر لما كنا صغار كوننا هيك دائما مع بعض وهي، فكنا نتخانق والصغار إنه أنا بدي هاي، لا أنا بدي هاي، وكل ما بتعمل شغلة بقلها لماما لا أنا بدي إياها، هي حرام لطيفة سمر ألطف. فلما كبرنا استوعبنا هاي الحالة، فانتفى حالة طفولة، يعني حالة الغيرة، الغيرة ما بقى موجودة والمحبة هي السائدة. أما رمضان رح أقول يمكن أول مرة صمت فيها سمر هي اللي حرضتني أول شيء، هي وأختي الكبيرة ندى اللي هلأ عم تتابعنا، نوجه لها تحية حبيبتي. فأجوا هن بدي يصوموا، قمت أنا قلت يعني ليش هن يصوموا أنا كمان ما بدي يصوم، بدي أجرب. فصمت غيرة منهم اثنيناتهم. بعدين أول مرة ما بقى أحس بالتعب والإرهاق، حالة صعبة. ضليت ساعتين بالمطبخ عم حوم حوالين ماما وهي عم تسوي الأكل، بعدين ضليت أكل من الإفطار لحتى وقت نمت. قلت لها حالة عوضي. بس هي ريما يعني حالة الصيام عندها حالة إيجابية، إنه هي مو مثلا حدا إنه لما بصوم بقوم بيتعب بحط راسه وبينام فيقوني على الإفطار، لا هي بتصير بالمطبخ ساعتين قبل الإفطار، لا عم تشتغل عم تتفنن، لأنه ريم بتطبخ كتير حلو كحلبية. عرفتي كيف يعني صيامة أنت فيه حالة إنتاجية فنية حلوة في الأكل، فبتحط هي بتساوي هي بتعمل، يعني بيجي الفطار أنت بتشهيكي إنك تفطري بقى ما في مشكلة. بس أنا صيامي ما أنا إنتاجي لأنه أنا ما بعرف أطبخ. بقول لهم أنا بتذوق الأكل ما بعرف، يعني قلت لهم أنا بعرف غني ومثل بس ما بعرف أطبخ، ما زبطت لسه. منيح إنه ريم موجودة. إيه على فكرة كل مخرج لازم يعرف يطبخ، يكون بيعرف يطبخ، هاي معلومة جديدة. أنا معلومة هاي متقدمة لأنه بيعرف يساوي طبخة مرتبة، يقدم عمل مرتب. على فكرة مو بس تنطبق علي، في كذا مخرج أنا بعرفهم وأغلب أصدقائنا المخرجين اللي أنا تعاملت معهم كلهم طباخين ماهرين، وبتطلع الطبخة من تحت إيدهم غير شكل. بس المطربين معلش ما في داعي. انا قلت لهم يا هلا امانه لما حدا بيطبخ وبيتفنن وبيتعب وبيحط لك الطبق هيك، طيب اذا ما في متذوقه ظريفه بالاحد وتشكرون، عرفتي تاكل وتشكر، يعني ما انا شر لا، فلازم يكون في يعني عرفتي كيف في صوت وصدى، يعني هي بتطبخ انا باكل خلص. انت مر بتحبي اكل ريم ولا اكل والدتك اكثر؟ طبعا ماما اكيد. ماما اكله لا يعلى عليها. اولا ماما بس أولاً انا ماما. طالع كثير طبخي بيشبه طبخ ايه، يعني بعد ماما ريم. طبخه ريم لانه ريم تماما بتعرفي الحلبيه لهم هيك سمه معينه بالطبخ الله. فريم اخذتها تماما من ماما، بتطبخ بروح حتى بروحها حلوه، يعني ريم الروح الحلوه بتحطها بالطبخه، يعني عرفتي. وبس في عندها مشكله، هلا في عندها مشكله بدي افضحها الهواء. خدي راحتك. مثلا طبخت اليوم اكلي مثلا رز وارمان، نحن عندنا اكل اسمه ارمان حلبيه، ما عندنا شاكريه عندنا ارمان. اي اعتبر طبخه طيب اتس اوكي. بلا مو عجبكم الاكل؟ قلت لها ايه. شفتي الرز كيف كان؟ الرز والدجاج كان ما بعرف شو. مدح نفسه. بتضل عرفتي يعني شي ساعتين، يعني انه والله لا تطبخي بكره، لا تطبخي. يعني الله يخليكم لبعض حبيبتي. اكيد قديش بتثقي بالشغل مع ريم؟ قلت لهم احي عاده بالحياه انه بقول لك انا ثقه عمياء، انا مع ريم ثقه بلا عيون، يعني عم يكون في عيون، اما انا بلا يعني انا بمشي معها على ثقه بعينها الحلوه، مو لانه اختي بس بفنها وباخراجها، وبانه حب ان هي تطلع اللي عندها فصل بين حاله المطرب وبين حاله الممثل. انا لما اكون كممثله على الشاشه، يعني في بمسلسل انا غبار الجوري، انا كنت كمان انا وريم بهذا العمل، انا اخذت دور كمان شغاله مقهوره فهميه بعائله بيئه شاميه، هون ما في انه جماليات وفي شعر وكذا، لا في انت بدك تقولي حاله. بالمطرب لازم انت تقدمي المطرب باحلى طله شو ما كان، لازم يكون في عنده هيك مواصفات الجمال. ريم حريصه على هي القصه، انه هي بتفصل بين هلا سمر ممثله بين سمر هلا مطربه، فبيقولوا لها احيانا انه طيب يعني ليك هلا عملت، انه لا 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 ما يزو، هلا هي مطربه بدها تطلع باحلى طله وباحلى اداء. وبتعرف شو، انا مثلا احيانا ممكن ينزل ايقاعي شوي، تقولي لا انت فيك تقولي احسن من هيك عادي،
بتعبني احيانا بس بتاخذ الاحسن. فلذلك شو بدي احلى من هيك؟ يعني هي العين يمكن هي العين الاخراجيه اللي خلتنا نقول انه ريم تغيرت كثير حتى بعد ما صارت مخرجه بالتمثيل. يعني في كثير مقربين بيقولوا انه ريم ادواتها اختلفت لما بلشت بالاخراج عن التمثيل. خلينا نحكي شوي عن الاعمال الدراميه لهي السنه اللي حضرتك مشاركه فيها وحتى يمكن الاعمال الاخراجيه ايضا. هلأ برمضان عم يطلع لي ثلاث أعمال، لستو جارية والخان والرابوس. كان مقرر في ثلاث أعمال تانية بس تأجلت لي ما بعد رمضان، اللي هن الوردة الشامية وغبار الجوري وترجمان الأشواق. وكنت سعيدة بعرض عملي اللي أخرجته من فترة بسيطة، وكان بالبطولة معي سمار وليس المفتي، ركان تحسين بيك، أحمد عيد، ريهام عزيز، أيوة، ولميس حسن، ومجموعة كبيرة من الشباب والصبايا. عمل اسمه توب فايف وسيت كوم ولقى صدى كتير كبير، وكنت سعيدة أنه تم عرضه قبل رمضان لأنه حقق نسبة مشاهدة كتير كبيرة. وهلأ بعد رمضان على قد ما أجاني مسجات ومتابعة أنه بدنا، قلت قدرت من خلال هذا العمل، يعني هدفي كان ازرع البسمة والحمد لله النتيجة كانت واضحة. فان شاء الله هلأ بعد العيد بيتم عرضه وبيلاقي صدى اكبر واكبر. فبتختلف ريم الممثلة عن ريم المخرجة. ريم الممثلة مسؤولة عن دوره، ريم المخرجة مسؤولة عن المجموعة. يمكن قالت سمر جملة، قالت بتعرف امتى بينزل ايقاعي، فبعرف امتى الا لا هون بدك تمشي هون كذا. والممثل لما بيكون بالكوميديا حصرا، كل الاعمال الدراميه لازم يكون في ضبط للممثل، بس الكوميديا بس انا كنت رائعه ما طبعا. هلا صرنا مثل ريم لما بتضبط. ايوه يعني نفس الدم، عرفتي شو؟ الكوميديا بدك تضبطيهم اكثر. فكانت سمر كثير مرتاحه. سمر كنا نضبط ضحكتها، يعني نحن عم نصور يعني شيء بيضحك فهي تطلع على المشهد وتضحك. الا سمر الله يخليكي. ففي مشهد من كثر ما ضحكنا نحن ورا الكنترول عم نضحك، فخلص المشهد انه كات، قلت لها سمر يلا اضحكي. هي عارفه انه انا عيوني عم تضحك، انا عامله انه انا هيك، عرفتي متضايقه. هي عارفه، بس هي عارفه انه انا ورا الحركه هي عامله حالك متضايقه لانه في ضحكه. هي خلصت قال سمر اضحكي، قلت لها هي الحاله على فكره بتشكل حاله راحه. يعني كمان أكيد. كان ليس المفتي أكيد. صديقي وعزيزي ونحن بدينا مع بعضنا، موجه له تحيه. كان يقول لي انا حاطه ايدي ورجلي بمي بارده تماما، لانه انت ممثله، وركان تحسين بيك، لميس حسن، كلنا كنا مرتاحين. كوني انا ممثله عم اخرج، تعرفي شو الادوار تماما طبعا. وانا بدلل في شغله ريم كمان انا بحبها، لا كمان انه اي سمر اي هلا انا بدي انه بالدراما بهذا العمل اسمه عمل كوميدي، فنحن مشان نقدر نزرع الضحكه والبسمه، وحتى انه يعني الافيه يكون حتى لو احيانا بتجي افيه بتقول ايه والله حلو ضيفيها على المشهد، مشان تقدري تخلقي هاي حاله الفرح لازم يكون جو فيه فرح. يعني انت ما فيك يكون في حاله هيك، عرفت شلون هيك، وبعدين يلا اضحكوا شو نحن مالنا كبسه زرع. فبتعمل ريم جو حاله من الفرح والود، يلا تعوا بقى نمثل، يلا تعوا بقى شو كذا. فبتعطيكي هاي الحاله الاريحيه، انك الفن حاله ابداع والابداع بده راحه من جوا. قد ايه برايك ريم الاخراج بده ابداع؟ وكيف شفتي هيدي التجربه من انت منظورك الممثله الفنانه ريم عبد العزيز؟ انتقلتي الى مرحله الاخراج، كيف وجدتي هي التجربه؟ يعني انتقلت لمرحله فيها مسؤوليه اكبر، كوني مسؤولة عن كل المجموعة. يعني هلأ مثلا نحن خلال رمضان عم نتابع كتير أعمال، منا منقول يا سلام، منقول يعني، منا منقول لا ما بيصير هيك. فهون تكمن مسؤولية المخرج إنه يختار نص جيد، يختار ممثلين جيدين، يختار كاست فني. الكاست الفني كتير مهم، وأنا أؤمن بشلالية الفنيين على فكره. هلا بدي ينبسطوا الشباب اللي بحيهم هلا هن معنا. كثير مهم انه انا مدير التصوير يكون بيفهم علي، مدير الانتاج، الشباب الفنيين، الديكور، بيستوعبوا شو بدي فورا بدون ما اقعد كثير ياخذوا وقت. الفنانين بحب جدد دائما، بحب، وهي رساله مني لكل المخرجين انه احيانا عم يصير في شلاليه ما لها لزوم، فعم تضيع المشاهد وتضيعنا. انه خيارات مسبقه الصنع، ليش ما نعطي فرص
نعطي فرص لسين وعين وصاد ولام، كل مرة بتجددي. فهون المعطيات مسؤوليتي كمخرجة صارت أكبر من هالناحية. يعني لما عملنا التوب فايف أحد الصحفيين قال لي إيه مالك جايبة كتير نجوم كبار، شوفي هالجملة نجوم كبار. قلت له أوكي، كل حدا بينحط في مكانه الصح هو نجم كبير، وأنا جايبة ناس مشهورة معروفة، هلأ أنا بقدم لهم الفرصة ليظهروا نفسهم، وعلى أساس هنن بيثبتوا أقدامهم. سمر أول مرة بتعمل كوميديا، ليس عامل كوميديا بس مو بهي الطريقة، راكان كمان بطريقة مختلفة، أحمد عيد كمان غير. أنا الكوميديا تبعيتي هي خلف الكاميرا كوميديا منزلية. فكتير مهم للممثل أنك تعطي فرصة أكيد. فالحمد لله، وكان يجيني مسجات ويقولوا لها لسمر سعيدين بدخول ريم على الإخراج بهي الطريقة، صار لنا متنفس لأنه منعرف ريم عبد العزيز كيف خياراتها. يعني كمان سمر ما بنقدر تكوني معنا وما نسلم على حلب بصوتك على الأقل ولا مقطع صغير. هلا رح سلم على حلب، بس إنه بتعرفوا إنه يعني نحن صحيانين من النوم وجايين. لا 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 ما رح نقارنها أبدا بالطبخة، خدي راحتك. لا ما لا لا. وفي أول شيء نشغل المايك وناخذ الطبقة، يعني عرفتي يعني براحتك، لأن الصوت بيسحب بعد ساعتين. الصوت بيسحب بعد ساعتين. بعد ساعتين ما يسحل الإنسان العادي. بعد ساعتين وثلاث مفارق. حلب بتسلم عليكم وبتقلكم انتوا عالبال، حالتها شوفت عينيكم للصبر صارت مثال، حلب بتسلم عليكم وبتقلكم انتوا عالبال، حالتها شوفت عينيكم للصبر صارت مثال. الله تسلموا لي، يعني يسلم هالصوت اكيد. رح نتابع مشاهدينا مستمرين بصباحنا غير، ومستمرين مع ضيوفنا سالي، مع فنانتين قريبتين كتير للقلب. يمكن بتحس بالتشاركية الروحية تبعيتهم قبل ما تحس بالتشاركية الفنية. نرجع نكمل حديثنا. حبيبتي يا سلام. أكيد حابة سمر تضيفي شيء بعد الأغنية اللي سمعناها عن حلب. هلأ في أغنية يعني أنا كتير بحابة إنه هلأ تصوير إذا الله راد، هي سجلناها كصوت تصويرة بعد العيد فورا، انتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون واخراج اختي ريم. اغنية بتناسب هذا الوضع اللي احنا فيه، كلمات بابا بوجه له تحية، شاعر أكيد. الاغنية الاول ومؤسس الاغنية السورية نظمي عبد العزيز، اكيد بوجه له تحية والله يطول بعمره ومزيد من الابداع والنجاح. والحان الفنان والاستاذ صديق دمشقي، اسمها بتقول يعني على الحق ما بتعلى كلمة وعلى الأرض ما دامت عتمة، يا بلدي انتي بتضلي محروسة والمجد تعلي بإيدين ولادك وبالهمة، وعلى الأرض ما دامت عتمة. أكيد وعلى الأرض ما بتضلي. فهلأ هي بتناسب هذا الوضع اللي نحن فيه، على باب النصر، على باب الحق، على باب الحقيقة اللي عم تظهر جلية، وكلياتنا إيمان حقيقي من الروح من جوا من نبض القلب لقائدنا وجيشنا وشعبنا. أكيد أكيد. ريم خلينا نحكي عن الفرق، حسيتي الفرق بين الإخراج والتمثيل، وشو حسيتي قريب لريم عبد العزيز؟ هل هي فنانة أو مخرجة؟ يعني أحيانا بيصير حالة فصل، يعني ممكن أكون أنا بموقع التمثيل أنا ممثلة وموقع الإخراج أنا مخرجة، ولكن ريم عبد العزيز وين لقيت حالة أكثر؟ سؤال كتير مهم، لأنه عن جد سلمى أول ما طلع فيلمي وبعدين عملنا المسلسل وهيك، فالجمهور مقتنع أنه أنا أول مخرجة فيديو كليب أوكي ما بيتعارض مع التمثيل. فلما شافوني أنه اتجهت للإخراج بهي الطريقة فقالوا معقول ما بدك تمثلي؟ والحمد لله أنه أنا زارعة محبة كتير كبيرة بيني وبين الجمهور. قلت لهم لا، مثل ما عودتكم أنا عموما انتقائية بأدواري، ما بشتغل أي شيء بينعرض علي، حكون دائما الممثلة
بس الإخراج هو ببالي من زمان وبحبه، وبحس أنه نحن دائما بحاجة لمخرجين وبحاجة لنفس جديد وبحاجة طبعاً. لمخرجة أنثى. نحن يعني معنا غير تقريبا المخرجة رشا شربتجي بوجه لها تحية ومحبة، بس نحن بحاجة لأنه لمسة الأنثى تختلف عن لمسة الرجل تماماً. صحيح. هي منهم ضد بعض بس كل واحد بيشوف زاوية مختلفة. ما بدنا نقول نحن متحيزين للنساء لا. وحقيقة لما أكون أنا بموقع تصوير وأنا ممثلة أختلف جداً عن موقع تصوير وأنا مخرجة. أكيد. أنا ممثلة. حتى بيقولوا إنه الأنثى تهتم بتفاصيل يمكن كتير ما يهتم فيها الرجل بحكم طبيعتها. يعني وقت كنا بالمسلسل إن كان كليب ولا مسلسل كنت حريصة على أدق التفاصيل، ما بقبل ولا ممثلة أو ممثل يلبس شو ما بده مع إنه هي مسؤولية مصممة الملابس اللي معي، بس أبداً كان كل شيء مدروس لأنه بعرف شو التفاصيل. يقولوا لي حتى الممثلات اللي معنا في منهم جدد يقولوا لي مدام ريم إنه ما انتبهنا على هالقصة. قلت لهم أنا بدي طالعكم بأبهى حلة ولكن فيها شيء من البساطة. أنا ما بحب التكلف كتير حقيقة، وبتشوفي بالعمل بس ينعرض إن شاء الله بتشوفوا فيه كتير من البساطة والعفوية، فلذلك لما بكون أنا ممثلة بسمع الكلمة كتير وبحترم رأي المخرج اللي قدامي، بتحسيني مباشرة مطيعة بسمع الكلمة، بعرف شو الزوايا، بس بعرف مين المخرج اللي بيهتم بريم ومين المخرج اللي ما بيهتم. أكيد. بعرف الزاوية. أنا عاملة هذا التوازن طبعا إنه هي في مكان هي الليدر وفي مكان هي اللي عم تسمع الكلمة. أنا كمطربة مكاني إنه أنا بنتقي الكلمة واللحن وحتى بالحفل كذا كله أنا في الأمام وهنن وراي حامين ظهري. طبعا الفرقة الموسيقية بتكون حامية ظهر المطرب تماما ولازم يكون عنده ثقة فيهم، لكن هو بالبداية إنه هو اللي الأساس، عرفتي كيف؟ بريح بالممثلة إنه ما دخلني بشي. عرفتي في هذا التوزع، يعني حالة حلوة إنك أنت تطلعي من حالة تفوتي بحالة ثانية تماما. يعني التنوع مثل ما سلمى هيك حكينا لا يمل من حديثنا لريم وسمر، كان جدا ممتع اليوم. يمكن ما حسينا بالوقت سالي لولا وجود دائما هي الحاله او الروح الحلوه اللي عندكم اللي بتنتقل لكل يلي بيكون معكم. اكيد هي البصمه المميزه، بصمه الانسان دائما بتنتقل باي عمل بيعمله. نحن بدنا نشكر وجودكم كثير معنا اليوم، انكم شاركتونا صباحنا غير ودائما بتشاركونا صباحاتنا. شكرا كثير لكم حبيبي قلبي يعني سلمى وسالي. سالي أنا مبسوطة كتير كتير بوجودنا معكم، وبتعرفوا قديش نحن كل رمضان حريصين نكون معكم ونطلع على الجمهور، لأنه فعلا حضورنا على الأخبارية بيكون مميز دائما. أكيد لأنه ببيتكم. يا حبيبتي أكيد. وأنا بحب كمان أقول شكرا لهالاستضافة الكريمة، شكرا لمحبتكم، لهالبسمة اللي بتخلق جواتنا بداية يوم حلو ابتديناه معكم، ورح نكمل يوم حلو أكيد. رمضان كريم على كل اللي عم بيشوفنا، ودايما نتذكر إنه رمضان كريم بس الله أكرم. أكيد. كل عام وأنتم